بيبدأ فيلمنا بمملكة من القرود عايشين في شجرة ضخمة بتمثل لهم أرضهم، وبعدين مساعد الملك بيجي يقول له معلش يا كينج عايزينك في حاجة. قال له ما تقول لي عايز إيه هنا؟ قال له مش هينفع يا كينج، دي حاجة تخص المدام. قال له خلاص يا عم تعالى وخده. قال له إن المدام ولدت. قال له أشكرك يا رب، ولي عهد جه وهيبقى ملك القرود من بعدي. بص يا جدع أنت عنده صحة وشاي إزاي؟ بص شبهي إزاي؟ قال له شبهك إيه يا جدع أنت وهو لسه مولود ما تبطل هبل وتركز. قال له أنت بتقول إيه ياض، نسيت إنك بتكلم الملك ولا إيه؟ قال له انا مش قصدي يعني، انا بس عايز الفت نظرك ان مش ده الكبير، ده الكبير. وورى له عيل تاني وقال له ان اتولد الاول، فمعنى كده ان هو اللي من حقه العرش. قال له هو مين ده اللي حقه؟ حقه ايه؟ ده ضعيف وفي عيوب خلقيه كتير، شكله مش قرد زينا ولا شبهنا ولا هيقدر يعيش معانا في ارضنا. قال له بس يا كينج. قال له بلا كينج بلا كوين، ارمي لي اي وحش مفترس ياكله، انا خلاص هعتمد اني مخلف واحد بس. قال له اللي تقوله يا كينج. راح المساعد يرمي القرد الصغير من الشجره لحيوان مفترس وصيب عليه وتردد كتير، وبعدين عمل نفسه انه وقع منه علشان ضميره ما يأنبوش. وقع الطفل من على الشجره، وبعدين في حبل لحه قبل ما الحيوان ياكله، وظهر قرد وشه مدي على انسان وخده معاه ورباه، والطفل فضل يلعب معاه. وبعدين بنعدي كام سنه، في كام ثانيه والقرد بيكبر وبيسال القرد الابيض اللي لحقه، تفتكر المخرج غلط في المشهد اللي فات ده؟ قال له والله يا ابني المخرج والمؤلف عبط، هم فاكرين الحيوانات هيرموا ولادهم زي البشر، وفاكرين ان الحيوانات بتحاول تريح ضميرها زيها زي البشر، بس عديناها تعالى نتنطط. قال له لا يا عم انا تعبت من التنطيط، انا هاكل فين اكلي؟ قال له العصفوره كلت. قال له العصفوره انت ليه مصمم تعملني كقرد اهبل؟ قال له ما انت قرد يا ابني فعلا، اوعى، علشان المؤلف والمخرج والمنتج مقتنعين ان الانسان كان اصله قرد، تفتكر ان انت كمان زيهم كده؟ احنا حيوانات والانسان مخلوق والبشر مخلوقين من طين، واول انسان كان سيدنا ادم اللي خلقه ربنا، وما كانش قرد قرد انت. قال له انا قرد. طب يلا نروح نتفرج على القرود. قال له لا يا عم هيضربوا علشان فاكريننا مختلفين عنهم. قال له هنتفرج من بعيد عادي، ولو حد فيهم لمحك وقرب منك صرخ عليه. قال له ماشي. وراحوا، وكان ابن الملك متالق في ماتش كره دايره بين القرود، وبعد شويه الكره جت ناحيتهم والقرد الابيض نط وراها علشان ياخدها، وقع تحت وكلهم شافوه. وبمجرد ما شافوه قال له انه مش شبههم، وبداوا يضربوه وهو بيحاول يعمل اي حاجه، بس هو ضعيف، وده اللي الكاتب عايز يبينه، انه مش همجي زي الحيوانات كده او غبي زي افكار الكاتب والمخرج والمنتج. وبعدين بينزل بطلنا من فوق ويقول له اجري يا ابيض، ويقول لهم في ايه؟ انتوا عايزين منه ايه يا جدعان؟ انتوا شايفين نفسكم جامدين وكده؟ قام ابن الملك نزل له قال له انت ابن الملك صح؟ قال له صح. وكان هيضربه قال له طب ما بدل ما تضربني ما تيجي نلعب لعبه ما فيهاش ضرب، ولو كسبتني اضربني. قال له ماشي. قال له هنلعب كره برضو. قال له ماشي. واداله الكره، بس الكره كان فيها ماده لزجه مكونه من لعاب الابيض، لانه عرف ان لعاب الابيض لزج، واي حاجه بتلزق فيه هو بعارف المعلومه دي لوحده، علشان هو الوحيد اللي دماغه شغاله طبعا، بقالهم مئات ان لم يكن الاف السنين، ولسه واحد مكتشف الموضوع ده جديد، وده علشان المنتج والمخرج والمؤلف متخلفين طبعا زي اللي ماشي وراه. وبعدين الكره بتلزق في ايد ابن الملك، وبنعرف ان دي خدعه من بطلنا الذكي اللي مفيش منه اتنين، علشان يدي فرصه للابيض يهرب لما كلهم يتشغلوا مع ابن الملك. وكلهم حاولوا يفكوا الكره من ايده بس ما عرفوش، لحد ما عرفوا، والكره في الاخر راحت خبطه في دماغ الملك، ولما جم يشيلوها شالوا حته من شعره، وفضلوا خايفين يقولوا له اللي حصل. وبعدين قال لهم مين اللي حدفها؟ قالوا له القرد الغريب اللي كان هنا. قال لهم هاتوه. طيب، وبننتقل للقرد والقرد الابيض وهو متنح، وبطلنا بيقول له متنح في ايه؟ قال له متنح في الجبل الابيض اللي هناك. قال له مفيش حاجه اسمها جبل ابيض يا عم، وبعدين حتى لو في انت عرفته منين؟ قال له لا معرفش، هو الكاتب قال لي اني عرفته وخلاص. قال له ماشي اسكت بقى علشان حد جاي. ومساعد الملك جه وقال له الملك عايزه، وراح معاه وقال له انت ايه الماده اللي ضربتني بيها دي؟ قال له دي روح شريره يا ملك. القرد قال لهم روح شريره ايه يا متخلفين انتوا؟ وبعدين قال الملك بص، وعمل له تاج وحطه على دماغه وقال له انت كده ملك. وبعدين جاب زرعه وحط فيها ميه وقال له دي مرايه. قال له انت عرفت منين ان ده اسمه تاج ودي مرايه؟ وعرفت فكره المرايه منين؟ قال له والله يا كينج ما اعرف حاجه، انا حيوان من الغابه زي زيكم، بس هو صناع الفيلم مصممين على الهبل اللي في دماغهم ده. وبعدين الساحره بتاعت الملك عرفت ان الواد ده جاي عليهم بالعلم والفهم وهيخطف منها الجو، فعملت سحرها الشرير وخلت سريه من الحشرات تهاجم القرود كلها علشان تقنعهم ان الواد ده روح شريره. وبعدين الملك بيقع من هجوم الحشرات وبيغمى عليه، وابنه بيجي يقول لبطلنا ان هو اللي قتل الملك، والساحره بتخرج تأيد الكلام ده وبيرموه من فوق الشجره للارض. والملك بيفوق بيقول لهم انتوا عملتوا ايه يا ولاد الكلب؟ ابنه قال له رميت اللي قتلك. قال له انت كده مش ولي عهدي، الملك الحقيقي ما يقتلش قرد من شجرته. وزعل الملك على اللي وقع، لانه في النهايه ابنه هو عارف مهما انكر. وبعدين بنلاقي ادوارد بطلنا وقع تحت، والابيض حاول ينقذه، بس ادوارد
حسابه وقال له انه هيروح يقلب رزقه بره، ويلاقي عم واقف على رجلينه بيحاول يقلدهم. ما تفهمش القرد هيستفيد ايه لما يمشي على رجليه، وصناع الفيلم يحاولوا يعملوا منه بني ادم بس ما نشوف يعني. وفضل يجري وراهم، ومره واحده لقاهم بيجروا وشاف قطيع كبير جاي ناحيتهم، فجري زيهم. والقرود بدات تتفرج عليه وهو بيحاول يهرب من القطيع اللي هيكون سبب موته. وبعدين كان بيجري ناحيه الشجره، وقبل ما القطيع يلحقه نزل ملك الشجره يدافع عنه وينقذه من الموت، ما هو ضناه برضه. وبعدين الملك بينقذه وبيموت هو، وابنه بينزل من فوق الشجره علشان يلحقه، وبعدها بيموت. وهو بيقول لادوارد انه ابنه التاني بيقول له انت بتقول ايه يا عم، ابنك منين؟ وبعدها مات. وابنه قال لادوارد فكك ده بيخرف، وخد جثته وطلع الشجره تاني وقال لهم ان الملك مات وغنى الملك الجديد هنا. واللي مش عاجبه يقولوا، وكلهم وافقوا. وبعدين ادوارد نزل له الابيض وقال له يغذي الشيطان ويطلع معاه الشجره، قال له لا انزل انت يا عم، قال له لا مش نازل، قال له براحتك. بعدين البرق بيضرب شجره وتتحرق، وادوارد بيقول عليها نار، وبيقرب منها الابيض قال له بسم الله ما شاء الله، قرد عارف يعني ايه نار؟ قال له اه يا عم اللي بيكتب مجنون. وبعدين راحوا اتلسع منها وكلهم على الشجره شايفينه. وبعدين خد عصايه فيها نار وفضل يلعب بيها شويه، وبعدين شاف اثار ضخم جاي من بعيد وجه واخده، ولقى جواه بنت مغمى عليها وحاول ينقذها ويلحقها فعلا. وكانوا هيقعوا بعدها بس الابيض لحقه، والبنت لما فاقت حاول ادوارد يكلمها بس قالت له ان عيلتها ماتت من الاعصار وكانوا على الشجره دي، وحاول يهديها ويطمنها بس فضلت تجري منه وتبعده، فساب الابيض وجري وراها لان دي كانت عايشه في حته مختلفه عنه، وهو عايز يعرف تفاصيل اكتر عنها وعن حياتها. بس هربت وجري وراها، وكان هيموت كذا مره بس قدر يوصلها في الاخر عادي. وطلعت بتتكلم زيه بس عامله من بنها، وقالت انها كانت ما تعرفوش، فعملت نفسها مش فاهماه وعلمها تمشي على رجليها. وقالت له ايوه بنعمل كده ليه؟ قال لها علشان نقنع اللي بيتفرج ان الانسان اصله قرد. قالت له اه شغل مجانين يعني؟ قال لها اه. وبعدين عرفها يعني ايه النار ووراها بنستخدمها ازاي في التدفئه. وبعدين قال لها تعالي نروح يمكن اهلي يقتنعوا ويقعدوني معاهم. وخد النار وراح يتكلم معاهم علشان ينزلوا يعيشوا معاه، بس الساحره طلعت وصحت الملك، والملك رمى عليه حاجات وخلاهم يطردوه. وخد حبيبته ومشوا ودوروا على حته يقعدوا فيها ولو كهف وحسوا فيه بالامان، واتدفع على اساس ان الكهف اول مكان يستخبى فيه الانسان وكده يعني. وبعدين بس وعرفوا يعني ايه سيكو سيكو، قال يعني القرود على الشجره ما كانتش بتتكسر قبل كده ومش فاهمين حاجه يعني. شغل مجانين بقى، القرود كانوا متابعينهم من بعيد ونفسهم ينزلوا يعيشوا معاهم. وبعدين بيتعلموا يصطادوا ازاي، ومع الوقت بيبقى كل اكلهم من الصيد مع انهم قرود هادي يعني، وبيبداوا يشوا اكلهم، والباقي بيشم ريحه الاكل وبيتجننوا لان الملك الجديد مش عارف يوصل لهم اكل بالكميه الكافيه، وبينزلوا ويسيبوا الشجره ويروحوا لادوارد اللي كان استقر، وقالوا له عايزين نبات عندك في الدفا وناكل. قال لهم ماشي زبورة اشوف مراتي، قالت له ياكلوا ويغوروا، دول العيله زباله اصلا. لا ماشي، وطلعوا قعدوا يوم والتاني، وبداوا يعملوا كوف حواليهم ويزيدوا، والملك شايفهم من فوق يوم بعد يوم بيعمروا الارض، والمنتجين بيعمروا دماغهم بالحشيش اللي بيشربوه قبل ما يكتبوا وينتجوا الفيلم. وبعدين الساحره الشريره بتبعت لهم جراد يموتهم وينتهي منهم ومن سيبانهم للشجره، ويدمر لهم كل اللي بنوه وعملوه الفتره اللي فاتت. وبيروحوا يثوروا على ابن الملك وبيولعوا في الشجره ليه، وبيحاولوا يموتوه، بس ادوارد علشان هو قرد فهمان كان بيحاول يمنعهم وينقذ اخوه. ولما ولعوا في الشجره خالص وانقذ اخوه، كانوا عايزين يموتوا اخوه ويقلبوا عليه، بس هو علشان ذكي جدا ومفيش قرد زيه، وبرضه مصممين يطلعوه انسان وبتطور وبيبقى اذكى، قال لهم انا عندي الحل وعندي اكل وشرب وكهوف كتير قوي. مراته قالت له فين ده؟ قال لها مع الطيور. قالت له انت عبيط؟ قال لها لا امشي بس ورا الطيور واحنا هنوصل للاكل والشرب. وفضلوا ماشيين كلهم وراه لحد ما وصلوا لمكان عمار ومليان اكل وشرب وزرع، وصناع الفيلم عايزين يقنعوك ان القرد بقى انسان، بس القرد عمره ما هيبقى انسان، بس صناع الفيلم ممكن يفكروا زي القرود عادي. وقتنا بيكون فيلمنا خلص، اتمنى يكون عجبكم، بس هو مش عاجبني بصراحه. ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، واشوفكم على خير ومع السلامه.